يقول: أرى أن أمي لا تحب زوجتي، فهل من الأفضل أن أطلق زوجتي لكي أفرح أمي وأسعدها، علما بأن أمي كافرة وعندي ولدان؟ لا، لا تطلق زوجتك، ولكن أحسن إلى أمك، ولا تطلق زوجتك ما دامت أنها لم تخالفك ولم تعصك ولم تسئ إليك، فلا تطلقها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وأوصي زوجتك أيضا بأن تحسن التعامل مع أمك من أجلك. نعم.